صادقت المملكة العربية السعودية على بروتوكول عام 2014 المكمل لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 المتعلقة بالعمل الجبري، وذلك ضمن إطار جهود المملكة المستمرة لتعزيز الجانب القانوني والتدابير الرامية إلى القضاء الفعلي على كافة صور العمل الجبري. إن التصديق على هذا البروتوكول اليوم يأتي في سياق جهود المملكة لتعزيز التزامها بالمعايير الدولية في أفضل صورها، وأيضا تطوير تشريعاتها بما يتوافق مع الأنظمة الدولية المتعلقة بالعمل والعمال. لهذا البروتوكول انعكاسات مهمة على بيئة العمل في المملكة العربية السعودية، حيث سيعزز الإطار القانوني الحالي عبر فرض التزامات جديدة لمنع العمل الجبري. كذلك سيكون له أثر على اتخاذ خطوات إضافية لحماية العاملين من ممارسات العمل الاحتيالية والتعسفية، كذلك حماية العاملين المتعرضين للعمل الجبري وتعزيز التدابير المتاحة لهم للحصول على سبل الانتصاف الفعالة. ونحن اليوم نحتفل بهذا الإنجاز الجديد الذي يضاف إلى إنجازات المملكة العربية السعودية لدى المنظمات الدولية. ففي هذا العام هذه ثالث اتفاقية تنضم لها المملكة في إطار منظمة العمل الدولية، بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات التي انضمت إليها في مختلف المنظمات الدولية. تمت مراسم الإيداع بحضور المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر، وبحضور المندوب الدائم للمملكة السفير الدكتور عبد العزيز الواصل بمقر المنظمة بجنيف. يأتي ذلك بناء على موافقة مجلس الوزراء على انضمام المملكة إلى بروتوكول منظمة العمل الدولية، واستنادا على رؤيتها 2030 التي تهدف إلى شراكة استراتيجية قوية مع منظمات الأمم المتحدة. تأتي أهمية هذا البروتوكول كونه يأتي في سياق التصدي للثغرات الموجودة في تنفيذ اتفاقية رقم 29 بشأن العمل الجبري، ولذا يعتبر وثيقة مهمة من وثائق منظمة العمل الدولية. ومن هذا المنطلق اهتمت حكومة المملكة بتطوير أنظمتها بما يتوافق مع المعايير الدولية المعمول بها في مجال العمل والعمال. يهدف البروتوكول إلى تعزيز تدابير الوقاية والحماية والتعويض ومضاعفة وتكثيف الجهود الرامية إلى القضاء على كافة أشكال العمل الجبري. وسيدخل البروتوكول حيز التنفيذ بالنسبة للمملكة بعد 12 شهرا من تاريخ التوقيع، وبهذا تصبح المملكة العربية السعودية أول دولة خليجية تصادق على البروتوكول. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية الأمم المتحدة، جنيف.